السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعود إليكم اليوم لأقدم النص المعلوماتي الثاني في كتابنا أشياء لن تستطيع أن تتخيلها، وهو المقال الذي يتحدث عن حقيقة الأشياء. في البداية قبل أن أبدأ بالدرس، ماذا نريد من هذا المقال؟ أولاً في نواتج التعلم سوف نتعلم أن يستعرض الطالب الأدلة التي استخدمها كاتباً أو أكثر في نصوصهم، أن يحلل المتعلم الفلسفة التي يتكئ عليها الكاتب، أن يقرأ نصين أو أكثر ويشارك زملائه في عرض تقارير حول موضوعات علمية. إذن النص الأول هو بعنوان حقيقة الأشياء بماذا بدأ؟ بدأ بالحقيقة التي ساقها الفيلسوف ديكارت الذي قال: أنا أفكر إذن أنا موجود. وبدأ بقوله بالتأكيد، أو بدأ النص بالقول بالتأكيد: شاهدت العديد من الصور التي تلتقطها ناسا للفضاء الخارجي ومحتوياته من مجرات ونجوم وسلم وغيرها، فإذا ما نظرت إليها رأيت أن كل واحدة منها لوحة جميلة زاهية الألوان، وكأنما رسمها فنان تجريدي موهوب لم يكن هدفه التربح من اللوحات، بل تبيان قدرته على الرسم اللون الأبيض والبرتقالي والأحمر والأزرق وغيرها من الألوان، منتقاة بذوق رفيع وموزعة على الغازات والنجوم في السدم توزيعا دقيقا. هذه الانفجارات التي تمزق النجوم وتبعثرها في الفضاء تصبح صورا جميلة يحسدها حتى الفنان. هذه الصور ليست حقيقة، إنما هي ملونة بألوان زائفة أو كاذبة، فلو نظرنا إلى السماء باستخدام العين المجردة أو باستخدام المناظير أو التلسكوبات البصرية لن نرى ما نراه في تلك الصور الجميلة، بل ستكون ألوان تلك النجوم، الأجرام أو الغازات أو الأشعة بيضاء باهتة، حتى إن بعض ما يرى فيها لا يرى بالعين المجردة بتاتا، لأن طيف الأشعة يتعدى ما تراه العين البشرية. في الحقيقة إن ناسا هي التي تلونها لتبدو زاهية جميلة، فهناك متخصصون بالتلوين يعملون في ناسا، يأخذون الصور الكونية الملتقطة عن طريق المناظير التلسكوبات المختلفة، ثم يستخدمون برامج رسم مخصصة للتلوين أو حتى برامج مثل فوتوشوب ليلونوا هذه الصور بالأحمر والأزرق والبنفسجي وهكذا، فتظهر باللون الرائع الذي نراه. قبل أن نتابع في بحثنا نتوقف قليلا عند ناسا. كما نبحث دائما عن حقيقة الأشياء، نبحث عن معنى كلمة ناسا، أو ما هي ناسا. ناسا هي اختصار للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، تأسست سنة 1957، وكان تمويلها السنوي يقدر ب 16 مليار دولار. إذن يقدر ب 16 مليار دولار، وبدأت بالعمل ب 1 أكتوبر من عام 1958. وظيفتها هي تعنى بدراسة علوم الفضاء وكل ما يتعلق بمستقبل الإنسان والبشر. إذن ماذا قدمت ناسا لنا في هذا الواقع؟ إذن لماذا يا ترى تقوم ناسا بهذا العمل بالنسبة للعين؟ هل تقصد خداع الناس بهذه الألوان؟ وما السبب الحقيقي لتلوين الصور؟ أليس من الأفضل أن نرى السماء كما هي؟ الإنسان له حواس محدودة، محدودة القدرات، فكل حاسة من حواسه الخمس لها مدى محدد في تحديد التفاصيل.
فالعين لا تقدر على رؤية الأحجام الصغيرة لصغرها ولا احتواء الكبير لكبره، لذلك تستخدم الآلات للمساعدة. فمثلاً يستخدم الميكروسكوب لتكبير الشيء الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة حتى يمكن رؤيته، ليرى ما كان غائباً عن العين من جراثيم وجزئيات صغيرة وخلايا وبكتيريا وعوالم من الكائنات الحية والجمادات. والمناظير التي تسمى أيضاً التلسكوبات بأحجامها المختلفة تلتقط أضواء كثيرة لا يمكن للعين أن تلتقطها بسبب قطرها الصغير، فلا ترى الأشياء البعيدة التي خفت ضوءها. ثم لو جئنا أيضا إلى الأذن وفسرت لنا ناسا هذا، ننتقل للأذن، هي كذلك لا تستطيع تمييز جميع الأصوات، فالإنسان عامة يستطيع سماع الأصوات ذات الترددات التي تتراوح بين 20 هرتز و 20 كيلو هرتز. نحن لا نستطيع أن نسمع أصوات الفيلة منخفضة التردد، ولا نستطيع أن نسمع أصوات الخفافيش عالية التردد، فهي تسمع أصواتا يكون ترددها بين 20 هرتز و 120 كيلو هرتز، والفئران كذلك تسمع الأصوات التي بين 1 كيلو هرتز و 90 كيلو هرتز، وكذلك الدلافين لها القدرة على سماع الأصوات بترددات عالية لتفوق الخفافيش في قدرته على السماع وبترددات أكثر حدة في الصوت. أما بالنسبة لللمس، حتى الإحساس باللمس محدود، ويتفاوت الجسد في قدرته على الاستشعار من مكان لآخر لأنه يعتمد على كمية الأعصاب المتوفرة في مناطق الجسم المختلفة. تستطيع أن تجري تجربة بنفسك حتى تعرف الفرق بين قدرة راحة يدك وظهرك على الإحساس باللمس. وهكذا أترك لك المجال عزيز الطالب أن تتابع هذا المقال من خلال الكتاب حتى تجيب عن الأسئلة التي سوف تعرض عليك. هذه الأسئلة فقط نقف عند بعض معاني المفردات التي ربما قد مرت معنا وتحتاج ربما إلى توضيح، وأول هذه الكلمات هي كلمة السدم. فماذا تعني كلمة السدم؟ السدم هي تكاثف أو تجمع نجوم بعيدة تظهر وكأنها سحابة خفيفة أو بقع ضعيفة النور. إطفاء هي المصدر من الفعل أطفى، يطفي إطفاء، فنقول أطفى عليه نعما كثيرة زاده، أو أسبغ عليه، أطفى عليه عطاء، وتأتي بمعنى جلالا وبهاء طبعا، وهنا نأخذ ما يناسب السياق اللغوي الذي وردت فيه. الأدهى هنا وهو اسم التفضيل على وزن أفعل، أكثر بصرا وذكاء، أدهى من ثعلب نقول. أما نقول هذا كلام هراء، يعني كلام لا فائدة ولا معنى له، لأن الهراء هذيان، وهو كلام كثير فاسد لا نظام له ولا رابط بين جمله وفقره، أو كلمات أو عبارات دون معنى لها. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تستخدم هذه الجمل من خلال أن تضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جمل من إنشائك، ولو أردت أن تتحدى نفسك فضعها كلها في نص قصير من سطرين مثلا، إطفاء وهراء، إذا كان هناك هراء كثيرا في الاجتماع مما جعله مملا. لو عدنا وطبقنا استراتيجية داخل النص وأنت تقرأ نص حقيقة الأشياء، إذا من المهم جدا أن تكون واعيا لإحساسك في المرتين وأن ترصد درجة فهمك. ما الفكرة التي أراد النص أن يقنعك بها؟ حاول أن تستنتجها. هل استطاع الكاتب أن يقنعك من خلالها؟ طبعا من خلال الأدلة التي ساقها لنا، من خلال ما قدمته لنا وكالة ناسا من تفصيل وشرح للتجارب التي أجرتها على مجموعة من الكائنات من خلال ما يفيد حاسة اللمس، السمع، والعين. الآن في البحث، عندما نبحث في الشبكة المعلوماتية عن هذا الموضوع، لماذا رأى الناس الفستان بألوان مختلفة؟ ثم بين أوجه الشبه بين هذا الموضوع وموضوع حقيقة الأشياء. طبعاً سوف نستعرض هنا وجهة نظر كاتبين
هما أرسطو عندما قال، يقول أرسطو: كان سقراط يثير المشكلات ثم لا يقدم لها الحلول، ولم يكن سقراط غافلا عن حقيقة موقفه السلبي هذا، ولكنه أيقن أن رسالته الحقيقية هي في تطهير العقول أولا، لعلها بعد ذلك تتهيأ للوصول إلى الحق. ويقول جان جاك روسو: الحقيقة في الأشياء وليست في الأحكام التي يصدرها عقلي بشأنها، كلما احترست في حكمي اقتربت من الصواب، احترست كلما كنت أكثر حذرا وأكثر أيضا بحثا وقيمة في هذا. ما العلاقة بين هذين النصين، القولين عفوا، ونص حقيقة الأشياء؟ لو سئلت الآن: ما أنت، ما رأيك بهذه الحقيقة؟ ماذا ستقول؟ هل استطعت أن تصل إلى النتيجة التي تريدها أو تعلمتها من خلال هذا النص؟ حاول أنت الآن أن تقيم نفسك في هذه الأشياء. إذا أمامك الآن من خلال ما قرأت، لماذا تستخدم وكالة ناسا الألوان لتلوين موجودات الكون اللون الأزرق مع غيوم للون، ثم اللون الأحمر لماذا استخدمته، اللون البيضاء البرتقالية، اللون الرمادي، إذن تلوينها حتى تكون أكثر بهاء وحيوية. كاتب مقال حقيقة الأشياء أراد منا أن نعرف ماذا؟ طبعا أراد أن يقدم لنا معلومات كيف يمكن أن نستشعر بأعيننا الألوان القريبة والبعيدة، وحاسة اللمس التي نراها من خلالها، حاسة النظر التي نرى من خلالها، واللمس التي نشعر من خلالها. كل هذه الأشياء قدمها لنا بأسلوب معلوماتي رائع. من سمات المقال العلمي دائما، هذا يجب أن تعرف، قدمناه سابقا، أنه يقدم بلغة موضوعية يعتمد على التجارب والاستبيانات والجداول، ويبتعد عن الأسلوب الأدبي البلاغي الذي يعتمد فيه الأسلوب البلاغي اللغوي الأدبي على التشبيهات والاستعارات والكنايات. تم إنشاء وكالة ناسا كما ذكرنا قبل قليل، هي تأسست عام 1957، ولكنها بدأت بالعمل الفعلي في 1 أكتوبر من عام 1958، وتهتم وكالة ناسا كما ذكرنا بالملاحة الجوية وعلوم الفضاء، وهي اختصار ناسا، هي اختصار للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء. ما معنى السديم؟ ذكرناه قبل قليل. السديم هو تكاتف الغيوم والنجوم كما مر سابقا. وما معنى الأدهى؟ الأدهى يعني الأكثر دهاء، وهي صيغة اسم التفضيل، وضد كلمة هراء نقول هذا كلام هراء، ولكن هذا كلام جدير بالنقاش أو كلام حقيقي وصحيح. إذا الشيء المستفاد من نص حقيقة الأشياء، ماذا استفدت أنت من هذا النص؟ يمكنك أن تكتب هذه الفائدة وأرجو أن نكون قد قدمنا لك ما يمكن أن يفيدك في حياتك العلمية والدراسية بشكل جيد، مع تمنياتي للجميع بالنجاح والتفوق.